مواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. صباح الورد، صباح النور، مرحبا بكم في لايف سبور. البداية بالمونديال، حيث تنطلق منافسات نهائيات كأس العالم التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة بداية من 20 نوفمبر المقبل بمشاركة 32 منتخب وعدة جمعيات منتخبات المشاركة في مواعيد وصولها إلى قطر بالتنسيق مع الفيفا والجهات المختصة في مالي مواعيد وصول المنتخبات المشاركة في المونديال إلى قطر. 7 نوفمبر موعد وصول منتخب الياباني، 10 نوفمبر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، 13 نوفمبر موعد وصول المنتخب المغربي، 14 نوفمبر موعد وصول المنتخب التونسي، منتخب كوريا الجنوبية، المنتخب الإيراني، 15 نوفمبر المنتخب الإنجليزي، المنتخب الهولندي، منتخب الإكوادور، 16 نوفمبر المنتخب السنغالي، منتخب ويلز، المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني، يوم 17 نوفمبر موعد وصول منتخب الألماني، المنتخب البولندي، المنتخب المكسيكي والمنتخب الكندي، يوم 18 نوفمبر موعد وصول منتخب البلجيكي، المنتخب الإسباني، الكرواتي، المنتخب الغاني، منتخب كوستاريكا، وأخيرا يوم 19 نوفمبر موعد وصول المنتخب الكاميروني، المنتخب البرتغالي، المنتخب الصربي، المنتخب الأورغواي ومنتخب البرازيل. وطنيا، انهزم يوم امس المنتخب التونسي للاصغر تحت 17 عام ضد المنتخب المغربي بثنائيه نظيفه في ملعب 5 جويلية ضمن دوره شمال افريقيا المؤهله لكاس امم افريقيا للناشئين المقرره في الجزائر العام المقبل. سيخوض المنتخب التونسي للاصغر مباراته الثانيه في هذه التصفيات يوم الجمعه القادم ضد نظيره المصري يوم الجمعه 11 نوفمبر. أعلن النادي الإفريقي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك تعرض مدرب الفريق بيرتران مارشان لوعكة صحية، وأعلن نادي باب جديد أن مارشان تنقل إلى إحدى المساحات الخاصة للقيام بالفحوصات اللازمة وتلقي العلاج، وبالتالي فإنه مارشان سيغيب بنسبة كبيرة عن مباراة فريقه أمام يونغ أفريكانز التنزاني ليقود مساعده صابر عبدلوي المباراة على دكة البدلاء. تستفتح اليوم مقابلات الدفعتين الأولى والثانية من الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نتيجة كالتالي: المجموعة الأولى في ملعب نجيب الخطابي تطاوين، مضي ساعة ونص اتحاد تطاوين يواجه الملعب التونسي الحكم هيثم القصعي، في ملعب ولي الحوار بحمام سوسة مضي ساعتين ونص أمل حمام سوسة في مواجهة الترجي الرياضي الحكم أسامة رزقلة، ونهار الخميس الدفعة الثانية في ملعب 15 أكتوبر مساء ساعتين ونص النادي البنزرتي واجه نجم الساحلي حكم كريم الخميري، وفي المجموعة الثانية اليوم في ملعب البلدي بسليمان مساء ساعتين ونص مستقبل سليمان يواجه اتحاد بنقردين حكم يسري بوعلي، ونهار الخميس الدفعة الأخيرة في الملعب البلدي بالمتلوي مساء ساعتين ونص نجم المتلوي يواجه أولمبيك سيري بوزيد الحكم فرج عبد اللاوي. في كأس الكاف، كشفت لجنة تعيينات الحكام بالكاف عن حكام مباريات الأندية التونسية لحسابيه بالدور التمهيدي الاخير لمسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه في مالي. برنامج المقابلات وتعيينات الحكام بالنسبه لليوم الاربعاء مطليثه نادي صفاقسي في مواجهه اسكو ديكارا توغولي حكم الموريتاني عبد العزيز بوا، 6 متاع العشرين نادي الافريقي باش يواجه يونغ افريكانز التنزاني حكم السنغالي عيسى ساي، و8 متاع الليل في المغرب نهضه بركان في مواجهه الاتحاد المنستيري حكم التوغولي ايريك اوتوغو. من كرة القدم، من بدل اختصاص كرة اليد، تحول وفد المنتخب الوطني للكبريات إلى دكار يوم أمس عبر رحلة مباشرة من مطار تونس قرطاج إلى العاصمة السنغالية، وتضمن وفد المنتخب 26 فرد من بينهم 18 لاعبة، وترأست العضو الجامعي ليلى الزراع وفد المنتخب اللي رافقه أيضا المدير الفني أمين بن عمارة. ويشرع المنتخب الوطني للسيدات اليوم الأربعاء في مشاركته في النسخة 25 لكأس إفريقيا للأمم للسيدات بالعاصمة السنغالية دكار من 9 إلى 19 نوفمبر ضمن المجموعة ب مع منتخبات كونغو، غينيا، مصر والمغرب. نختم نشرتنا الرياضية معلومة صحية: القيام بالتمارين الرياضية الصباحية ترفع من نبضات القلب مما تؤدي إلى تزويد أعضاء الجسم بالأكسجين والمغذيات الضرورية لرفع الطاقة. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحيات عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة. تفهم لايف سبورت.